بناتي طلاب الصف الأول الثانوي، بنجدد لقائنا بيكم مع النهاردة إن شاء الله أولاد هناخد مراجعة على الباب الرابع. بعد ما خلصنا دراسة الباب الرابع ناخد مراجعة على الباب الرابع ونتعرف على أهم الأسئلة وإزاي نحل مع بعض، وعلى بركة الله نبتدي. السؤال الأول بيقول: نظام يحتوي على مادة إيه؟ المادة إيه تمثل النظام؟ كتلتها 10 جرام، أذيبت في ماء كتلته 40 جرام، وفي نهاية التجربة انخفضت درجة الحرارة بمقدار 30 درجة سلسيوس، وكانت كتلته 50 جرام. مين اللي كتلته 50 جرام يا أولاد؟ النظام. طيب النظام ده بيحتوي على مادة مذابة في المية، يعني المحلول اللي عندي اللي هو يمثل محلول المادة إيه هو النظام اللي عندي، اللي هو كتلة المذاب زائد كتلة المذيب كتلتهم 50 جرام. يبقى في النهاية كانت الكتلة هي كتلة ما اتغيرتش، تمام؟ طيب انخفضت درجة الحرارة بمقدار 30، يبقى حصل تغير في إيه؟ تغير في الطاقة. طيب الطاقة اللي اتغيرت اللي انخفضت دي راحت فين؟ تبادلت مع مين؟ قال لي تبادلت مع الوسط المحيط. طيب أنا خدت قبل كده إن الأنظمة عندي نظام مفتوح ونظام مغلق ونظام معزول. طب يا ترى السؤال اللي قدامي ده يمثل أنهي نظام فيهم يا أولاد؟ هتقول لي النظام المفتوح نظام يسمح بتبادل المادة والطاقة مع الوسط المحيط. طيب هنا سمح بتبادل الطاقة فقط، يبقى النظام اللي قدامي ده مش نظام مفتوح. طيب النظام المغلق نظام يسمح بتبادل الطاقة فقط مع الوسط المحيط في صورة حرارة أو شغل. تمام، النظام اللي قدامي ده كتلة ثابتة بس اللي اتغير الطاقة، يبقى ده نظام مغلق. النظام المعزول لا يسمح بتبادل أي من المادة والطاقة، يعني ده لو كان نظام معزول يا مس كانت الكتلة هتفضل 50 والحرارة مش هتنخفض، هتفضل درجة الحرارة زي ما كانت. تمام، طيب تعالوا نشوف الاختيارات وانتوا هتقولوا لي دلوقتي النظام ده يمثل نظام ايه؟ برافو، النظام يمثل نظام مغلق. السؤال الثاني يا اولادي بيقول لي كوب من الشاي درجة حرارته 90 درجة سلسيوس، وبعد فترة من الزمن أصبحت 50، يعني الشاي برد يا اولاد، برد يعني انخفضت درجة حرارته. طيب ما السبب في انخفاض درجة حرارة كوب الشاي؟ طيب هو بيقول لي كل دول أسباب لانخفاض درجة ما عدا حاجة مش سبب، إيه هي بقى؟ قال لي انطلاق طاقة حرارية من النظام إلى الوسط المحيط. فعلا انطلاق طاقة حرارية من النظام إلى الوسط المحيط اللي بيحصل بتنخفض درجة حرارة النظام وترتفع درجة حرارة الوسط، يبقى ده سبب. السبب الأولاني ده سبب لانخفاض درجة الحرارة. طيب كوب الشاي في حالة اتزان حراري مع الوسط المحيط، هل يا ترى يعني ايه اتزان حراري يا اولاد؟ يعني لو انا قلت مثلا ايه عندي جسمين واحد درجه حرارته 70 واحد درجه حرارته 30، وصلت بينهم هتنتقل الحراره من اللي درجه حرارته 70 الى درجه حرارته 30، بينما لو انا جبت الجسمين درجه حرارتهم 70 ووصلت بينهم مش هيحصل تبادل، مش هيحصل انتقال حراره. ليه؟ لان الجسمين في حاله اتزان حراري درجه حرارتهم قد بعض، انما هتنتقل من 70 لل 30 لغايه ما تتساوى درجه الحراره في الاثنين هيحصل اتزان حراري وهيتوقف الانتقال. طب هو هنا بيقول لي سبب من الاسباب التي ادت الى انخفاض درجه حراره كوب الشاي، هل كوب الشاي في حاله اتزان حراري مع الوسط المحيط؟ اكيد لا. طيب درجه حراره الوسط المحيط اقل من درجه حراره النظام، تمام، عشان هتنتقل منه ايه من النظام الى الوسط المحيط. طب هتبقى الإجابة إيه؟ هل نقص متوسط سرعة الجزيئات هو اللي يؤدي إلى انخفاض؟ قال لي ده سبب برضه صح. أمال إيه السبب اللي ما عدا؟ أخلي بالي من العبارة بتاعة ما عدا دي يا أولاد، الكلمة دي ممكن تضيع لك اختيار يكون صحيح، خلي بالك اقرا السؤال، قراية السؤال نص الإجابة. طيب نقول مع بعض تاني السؤال، بيقول لي كوب الشاي درجة حرارته 90 بعد فترة أصبحت 50. طيب في أسباب لانخفاض درجة حرارة كوب الشاي، كل الأسباب دي صحيحة ما عدا سبب واحد من صحيح. طيب يا ترى إيه السبب اللي مش صحيح؟ قال لي كوب الشاي في حالة اتزان حراري مع الوسط المحيط، عشان تنخفض درجة حرارته أكيد بالتأكيد مش في حالة اتزان حراري مع الوسط المحيط. تمام. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول لي إيه؟ بيقول لي الجسم طاقته تساوي
10 كيلو جول، ال 10 كيلو جول دي تعادل ايه؟ تعالوا نشوف الاختيارات وازاي احل سؤال زي ده دلوقتي. طيب 10 كيلو جول هل هي بتساوي 1000 كالوري؟ ال 10 كيلو جول بتساوي 1000 كالوري؟ طيب السؤال ده انا ايه؟ انا هستبعده. ليه يا مس؟ قال لي لان الكيلو جول 1 على 4 و18 من الكيلو كالوري. تمام؟ يبقى مش هي اكيد مش هيعمل 1000 كيلو 1000 كالوري، مش اكيد مش هيعمل 1000 سعره. طيب هل يا ترى هيعمل 4 و18 كيلو كالوري؟ اكيد بالتاكيد لا، لان الكيلو جول هو الوحده ايه الاقل من الكيلو من الكيلو ايه كالوري، يبقى مش هيعمل اربع اضعاف، يبقى انا برضو الاختيار ده مش ايه مش هختاره. طب قدامي اختيارين تانيين، يا ترى ايه اللي فيهم هيكون صحيح؟ قال لي تعالي نحل مساله زي دي من غير ما استبعد الاول. تعالوا نشوف انا بحل السؤال ده ازاي. السؤال ده بحله، هعلمك طريقه تحل بيها اي تحويله تجي لك خاصه بالايه بالسعر وبالجول. بص كده معايا، انا هقول هنا الواحد كالوري، الواحد سعر، الواحد كالوري، الواحد سعر بيساوي ايه؟ اللي بيساوي 10 اس سالب 10 اس سالب 3 كيلو كالوري، وبيساوي 4 و18 في 10 اس سالب 3 كيلو جول. الواحد كالوري بيساوي 10 اس سالب 3 كيلو كالوري، وبيساوي 4 و18 في 10 اس سالب 3 كيلو جول، وبيساوي 4 و18 جول بس. اي حاجه بتجيني فيها تحويل من الجول للسعر او من الكيلو جول للكيلو سعر او العكس، انا بكتب العباره اللي قدامك دي قدام العلاقه اللي قدامك دي، واجي اشوف هو مديني ايه. قال لي مديني بالايه بالكيلو جول، يعني مديني دي اللي انا هحط تحتها ال10 ده المعطى بتاعي 10 كيلو جول. طيب يا ترى احنا هنتفق ان احنا هنحط س تحت الكالوري، وتعالوا نشوف انا بعمل ايه، بعمل المقص عشان اطلع القيمه بتاعه الكالوري هنا هتطلع قد ايه. تعالى هتقول لي 1 في 10 على 4 و18 في 10 اس سالب 3، اعملها بالاله هتطلع الرقم ده، هتطلع الرقم ده. يبقى احنا حلينا المساله بمنتهى السهوله، يعني انت لو هو طالب بالكيلو كالوري هحط السين تحت الكيلو كالوري، لو طالب بالجول هحط السين تحت الجول. تمام؟ يبقى انت بتحط المعطى تحت اللي شبهه. اكتب لي العباره دي عندك وحل بيها اي تحويله، اي تحويل طاقه من الكيلو جول للجول للكيلو سعر، من السعر للعكس، اي تحويله قدامك اكتب لي العباره دي واعمل لي المقص وطلع الايه الحل بتاعك يكون صحيح. بعد كده بيقول لي ما عدد السعرات الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 2 جرام من الماء المقطر نص درجة سيليزيوس؟ تعالى شوف معايا الاختيارات حبيبي. أنا الواحد سعر بيرفع درجة 1 جرام 1 درجة سيليزيوس، تمام؟ الكيلو الواحد سعر بس بيرفع 1 جرام 1 درجة سيليزيوس. ال 2 جرام عشان أرفعهم 2 عشان ارفعهم درجه سيليزيوس محتاجه كام سعر؟ قال لي محتاجه 2 سعر. طب ال 2 جرام عشان ارفعهم نص درجه سيليزيوس محتاجه كام سعر؟ محتاجه 1 سعر فقط. نقول كده تاني يا حبايبي. بيقول ما عدد السعرات الحراريه اللازمه لرفع درجه حراره 2 جرام من الماء المقطر نص درجه سيليزيوس؟ انا الواحد سعر بيرفع 1 جرام 1 درجه. يبقى انا عشان ال 2 جرام دول ارفعهم درجه محتاجه 2 سعر. لا انا مش هرفعهم 2 مش هرفعهم درجه، انا هرفعهم نص درجه. يبقى انا هاخد نص السعرات، يعني هاخد 1 كالوري او 1 سعر يرفع لي درجه حراره 2 جرام من الماء المقطر نص درجه سيليزيوس. تمام؟ يبقى السعر بيرفع درجه 1 جرام 1 درجه، ويرفع حراره 2 جرام نص درجه. بيقول قطعة من النحاس كتلتها 2 جرام يا ولاد سخنت حتى تتضاعف طاقتها الحرارية،
فإن الحرارة النوعية لكتلة مقدارها 1 جرام تزداد للضعف ولا تقل للنصف ولا تقل للربع ولا تظل كما هي. الحرارة النوعية لكتلة مقدارها 1 جرام اللي تظل كما هي، هي الحرارة النوعية ملهاش علاقة بالإيه؟ ملهاش علاقة بالكتلة، يعني لو كتلة زادت هي تخص 1 جرام بس، قطعة من النحاس كتلتها 2 جرام، سخنتها علشان أرفع درجة حرارتها للضعف. طيب الحرارة النوعية، قال لي الحرارة النوعية ثابتة للمادة الواحدة لها علاقة بالواحد جرام، ويقول هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة 1 جرام 1 درجة سلسيوس. تمام؟ يبقى لو أنا ضعفت طاقة حرارتها طاقتها الحرارية يبقى برضو الحرارة النوعية تظل كما هي، هي ثابتة ما بتتغيرش يا ولادي، هي بتتغير بتغير الحالة الفيزيائية فقط للمادة. بيقول أي من المواد التالية تحتاج لوقت أطول لتقليل درجة حرارتها من 70 إلى 35؟ طيب ما احنا قبل كده اتفقنا إن المادة اللي حرارتها النوعية كبيرة بتاخد وقت كبير عشان تسخن وتاخد وقت كبير علشان تبرد، تمام؟ يعني المادة اللي حرارتها النوعية كبيرة بتمتص كمية كبيرة من الحرارة علشان ترتفع درجة حرارتها، وبتفقد كمية كبيرة من الحرارة عشان تخفض درجة حرارتها، تمام؟ طيب يبقى اللي عندي دي الاختيارات هتبقى ايه يا مس؟ الاختيارات اللي انا هختار ايه المادة اللي هتاخد وقت طويل؟ اكيد طبعا 10 جرام من الماء، الماء انا عارفة ان حرارته النوعية كبيرة قوي، مش كده؟ بالنسبة للإيثانول والبنزين والزئبق، الماء أكبر حرارة نوعية فيهم، وبالتالي هو بيحتاج أطول وقت عشان يفقد كمية من الحرارة عشان يبرد ويتحول من 70 درجة سلسيوس ل 35 درجة سلسيوس. وإحنا قلنا أولاد فاكرين لما قلنا وإحنا بنروح البحر رجلينا لما بنحطها على الشط وبنحطها في الماء على الشط أثناء الظهيرة بتبقى رجلك بتشعر بسخونة الرمل، وفي نفس الوقت اللي الرمل فيه سخن هتلاقي الميه بارده مع ان الشمس فوق الاثنين وبتديهم نفس كميه الحراره. طيب الميه ما سخنتش بنفس درجه حراره الرمل ليه؟ مع انها لا اخذه نفس كميه الحراره اللي اخذها الرمل. الاثنين محطوطين تحت الشمس والاثنين بياخدوا نفس كميه الحراره. طيب الميه بارده والرمل سخن ليه يا اولاد؟ قال لي عشان الحراره النوعيه للميه كبيره تحتاج وقت كبير عشان تسخن وتحتاج وقت كبير برضو علشان تبرد. عشان كده في أثناء الغروب أبص تلاقي المية هي اللي دافية والرمل هو اللي بارد. طيب المية دافية ليه؟ يبقى فقط عشان تفقد حرارتها وتبرد تحتاج وقت طويل. يبقى أي المواد التالية هتحتاج لوقت أطول؟ هتكون الإجابة 10 جرام من الماء. تمام يا أولاد؟ طيب يبقى 10 جرام من الماء ليه يا مس؟ عشان الحرارة النوعية كبيرة للماء بيحتاج وقت كبير عشان يبرد. بيقول لي ارتفعت درجة حرارة 34 جرام من البلاتين بمقدار 5 درجة سليزس، فإذا علمت أن الحرارة النوعية للبلاتين 133 من 1000 جول على الجرام درجة سليزس، ما كمية الحرارة المكتسبة؟ فما تيجي نحل المسألة دي. طيب تعالوا نحل مع بعض. أنا دلوقتي أنا بطلع بياناتي، بطلع بياناتي، قلت لك قبل كده أي مسألة فيها حاجة فيها درجة حرارة يبقى أنت على طول هتقول لي كيو بي بتساوي إم في سي في دلتا تي. أي مسألة فيها درجة حرارة وطالب كمية حرارة يبقى أقول له كيو بي اللي هي كمية الحرارة المكتسبة بتساوي الكتلة بالجرام في الحرارة النوعية فرق درجات الحرارة. طب ما تيجي نشوف بياناتنا هنا. بيقول لي ارتفعت درجة حرارة 34 جرام من البلاتين، يبقى M بتساوي 34 جرام. طيب وC الحرارة النوعية للبلاتين 133 من 1000. طيب دلتا T هو مديهالي على طول مباشرة يا ولاد، ما قاليش ارتفعت من كذا لكذا، هو مديني الفرق على طول 5 درجة سليزيوس. طيب تعالوا المسألة التعويض مباشر. يبقى أنت هتضرب 34 في 133 من 1000، احسب معايا حبيبي عشان تختار صح، في 5. اضربها وشوف لي الناتج إيه.
هديك دقيقة كده ايه تحسب لي المسألة وتطلع لي الناتج. تمام، 22.6 جول، دي كمية الحرارة المكتسبة. 10 جرام من معدن سخنت حتى 80 درجة سليزيوس ثم وضعت في 100 جرام من الماء عند درجة 23 درجة سليزيوس، فأصبحت درجة حرارة الماء والمعدن 23.6. طيب، ومدينا الحرارة النوعية للماء، أي مما يلي يمثل ذلك المعدن؟ طيب هنشوف الاختيارات ونشوف هنحل مسألة زي دي ازاي. بصوا حبايبي، 10 جرام من المعدن درجة حرارتها 80، أنا قلت سخنتها حتى 80، يبقى دي درجة حرارتها الابتدائية 80، ضعتها في 100 جرام من الماء عند درجة 23، يبقى المية كتلتها 100 والمعدن كتلته 10، الحرارة النهائية للاتنين 23.6. عايز الحرارة النوعية للمعدن مع إن أو عايز المعدن، وبالتالي لازم أحسب حرارة النوعية. طب يا أولاد لما نشوف المسألة دي بتتحل إزاي؟ أما يخلط مادة بمادة ويحصل انتقال حرارة بين مادتين، هتقول لي أنت كمية الحرارة المكتسبة بتساوي كمية الحرارة المفقودة. كمية الحرارة المكتسبة بتساوي كمية الحرارة إيه؟ المفقودة. طيب كمية الحرارة المكتسبة اللي هي هتبقى كيو بي، كيو بي للمعدن، كيو بي للمعدن بتساوي ماينس كيو بي للماء. كيو بي للماء بتساوي ماينس كيو بي. تمام، يعني الحرارة المفقودة من الماء بتساوي الحرارة المفقودة من المعدن للمعدن بتساوي الحرارة المكتسبة للماء. تعالوا نشوف كيو بي للمعدن بتساوي ايه؟ بتساوي ام في سي، ام في سي في دلتا تي، بتساوي ام في سي في دلتا تي. ام بتاعت الايه المعدن بكام؟ قال لي 10 جرام في حرارته النوعية مجهولة في سي، في فرق درجات الحرارة كان كام وبقى كام يا ولاد؟ كان 80 وبقى 23.6، يبقى 23.6 أطرحها من 80، يبقى 23.6 دي النهائية أطرح منها 80 بتساوي M للمية 100 درجة حرارتها النوعية 4.18 في فرق درجات الحرارة 6، كانت إيه؟ كانت 23 وبقت 23.6. طيب عندي مجهول واحد اهو يا ولاد اللي هو سي، اللي هو سي انا عايزك تحل بقى، انت تحسب سي بتساوي اللي مضروب في سي بقى في المقام 10 في 23.6 وفوق 100 في 4.18 في 6. احسب لي المسألة وطلع لي الحرارة النوعية. هتبقى الإجابة الحديد، طب عرفت يا مس؟ قال لي من قيمة الحرارة النوعية بعد ما أنا عملت حساباتي طلعت الحرارة النوعية للمعدن اللي عندي 445 من 1000، فيبقى أكيد الحديد. تمام يا أولاد، مستويات الطاقة التالية تكون فيها مجموع طاقتين والحركة أكبر من غيرها. طيب تعالوا نشوف المستويات اللي هو مديها لي. مستويات أنا خدت قبل كده إن النواة، نواة الذرة، المستوى الأولاني K L M N O B و Q. K L M N مش كده؟ إيه العنصر اللي محتواه الحراري هيبقى بيساوي الكالسيوم؟ أكيد مش كربونات الكالسيوم ولا أكسيد الكالسيوم، ولكن هيبقى يا ولاد المغنيسيوم. طب ليه يا مس اختار المغنيسيوم؟ مش احنا اتفقنا ان المحتوى الحراري لاي عنصر بيساوي صفر؟ طيب اي عنصر سواء كالسيوم ولا مغنيسيوم، انما اللي قدامي دي كلها كل الاختيارات كلها مركبات ما عدا المغنيسيوم. يختلف بخار الماء عن الماء في الطاقة ولا الطاقة المختزنة في الجزيئ؟ يا ترى يختلف بخار الماء عن الماء في ايه يا اولاد؟ هل في الطاقة المختزنة في الذرة
طيب هما الاثنين مادة واحدة، يعني الماء وبخار الماء. طيب هي الحالة الفيزيائية بس اللي مختلفة، مش كده؟ طب ايه اللي بيتوقف عليه الحالة الفيزيائية؟ قال لي طاقة الربط بين الجزيئات. يبقى بخار الماء يختلف عن الماء في طاقة الربط بين الجزيئات. يقول في أي المخططات التالية تكون كمية الطاقة المنطلقة أكبر ما يمكن. طب ركز معايا كده، المخطط الأولاني اللي هو ناحية اليسار ده النواتج فوق، مش كده؟ يبقى ده ماس، يبقى كمية الطاقة المنطلقة أكبر؟ لا، تفاعل طارد، مش كده؟ يبقى أنا هستبعد ده الماس وهستبعد ده. قدامي حل من اتنين، الاتنين طارد بس مين؟ يبقى جي. يقول المعادلة التالية تعبر عن تفاعل تكوين فلوريد الهيدروجين. المحتوى الحراري لمركب فلوريد الهيدروجين هو ايه؟ طب بص معايا في الاختيارات، هو دلتا اتش لو. ورجعنا لكم ثاني حبايبي، هنكمل مع بعض. نعتذر على العطل الفني مع مس حنان. هنكمل مع بعض الاسئله النهارده ومراجعتنا. هنشوف كده مع بعض السؤال رقم 14. المعادله التاليه تعبر عن تفاعل تكوين فلوريد الهيدروجين H2 بلس F2 هيدينا OHF، حيث أن دلتا H يساوي سالب 534.7 كيلو جول، فإن المحتوى الحراري للمركب هيساوي كام؟ طيب واحدة واحدة كده مع بعض، لما نيجي نحل السؤال ده إزاي أوصل للمحتوى الحراري لفلوريد الهيدروجين؟ نشغل مع بعض كده. أنا أحسب المحتوى الحراري لعنصر وبمعلومية دلتا H اللي هي التغير في المحتوى الحراري. على طول كنا بنقول دلتا H هيساوي H product minus H reactant، H للنواتج ناقص H للمتفاعلات. طيب على طول همسك دلتا H اللي هي سالب 534.7 يساوي H للنواتج اللي هو 2HF ناقص H للمتفاعلات. مستر ما أنا ما عنديش H للمتفاعلات. أقول لك بكل بساطة كده، احسب معايا H للمتفاعلات. ممتاز، أنا شايف كده واحد من حبايب مصطفى كاتب عندي هنا بصفر. جميل، يبقى أنا عندي هنا H2 صفر زائد صفر. إذا كل الفكرة عندي إن أنا هأمسك 500 تمام 34 هقسمها، يبقى في الحالة دي على طول هلاقي إن الإجابة 267.35 من 100. تمام، يبقى دي كده بالنسبة لي القيمة اللي موجودة عندنا. طيب ندخل كده مع بعض في السؤال رقم 15. تتكون حرارة الذوبان المولارية عندما يذوب نص مول من مادة في محلول حجمه نقط 500 ألف 1500 2000 ملي لتر. نشوف كده حبيبي، لما أجي سؤال زي ده أبدأ أحله إزاي؟ طبعا كلنا عارفين إن حرارة الذوبان المولارية هي حرارة الذوبان. جميل، واحد مول في واحد لتر. طيب لما يكون واحد مول في واحد لتر يا اسا، لما أجي أحل هأعمل إيه؟ هبدأ أقول إن أنا عندي هنا نص مول، تمام 5/10 مول، يبقى الحجم بتاعنا يكون قدين علشان نحقق نفس حرارة الذوبان. ممتاز، نص لتر. لأن احنا لما نيجي نحل سؤال زي ده نرجع للتعريف بتاع حرارة الذوبان المولارية. ايه هو تعريف حرارة الذوبان المولارية؟ هي درجة الحرارة المنطلقة والمتوسطة عند ذوبان جميل واحد مول في واحد لتر. واحد مول في واحد لتر، إذن
لما نيجي نطبق دلوقتي ونقول نص مول ممتاز يبقى نصف لتر، نص لتر يا مستر اللي هو كام؟ اللي هو 1000 سنتيمتر مكعب. طيب 1000 سنتيمتر مكعب على 2 يبقى 500. طيب انت بتقول سنتيمتر مكعب هنا ملي، لا احنا لو فاكرين كنا قلنا ان سنتيمتر المكعب هو الملي لتر. ندخل مع بعض على السؤال اللي بعده. اذا كانت درجة تفكك هيدروكسيد الصوديوم في الماء هي 70 كيلو جول وطاقة الإماهة 350 كيلو جول وطاقة تفكك جزيئات الماء هي 100 كيلو جول، فإن الجوابان يكون نقط. يا مستر احنا لما جينا نشرح حرارة الذوبان حضرتك قلت ان انا عندي حرارة الذوبان اللي هي دلتا اتش بتساوي اتش للنواتج مجموع اتش واحد زائد اتش اتنين زائد دلتا اتش تلاتة. طيب حبايبي كده كده مع بعض لما نيجي نفكر ونقول هي ايه دلتا اتش واحد، ايه دلتا اتش اتنين، ايه دلتا اتش تلاتة؟ اقول لك دلتا اتش واحد هي للمذيب الطاقة اللازمة لكسر الروابط في جزيئات المذيب، بينما دلتا اتش اتنين للمذاب. طيب اتش تلاتة لتكوين الروابط بين المحلول اللي احنا بنقول عليها مذيب زائد مذاب. طيب نشوف كده مع بعض في السؤال، لما نيجي نقول هيدروكسيد صوديوم دي مذاب اللي هي دلتا اتش اتنين وطاقة الإماهة 350، اذا لما نكسر الجزيئات بين المية المذاب والمذيب هيطلعوا 70 بالموجب يا مستر. ليه؟ علشان دي تفاعلات كسر يعني تفاعلات مصة زائد 100. طيب طاقة الإماهة زائد 350؟ لا أنا يرى مش زائد 350، أقول ناقص 350. نيجي نحسبها كده مع بعض، 70 و 100 170 ناقص 350 جميل يبقى ناقص 180. إذن التفاعل ممتاز طارد. طيب وحرارة الذوبان هي 180 كيلو جول. طيب ليه طارد؟ لأن الإشارة إيه؟ سالبة. ندخل مع بعض على عند إضافة كمية قليلة من حمض الكبريتيك المركز إلى كأس ب كمية من الماء فارتفعت درجة الحرارة، ويرجع سبب هذه الزيادة إلى، فكر كده مع بعض، أنا دلوقتي بحط حمض كبريتيك مركز لمية، يعني أنا بعمل عملية هل ذوبان ولا تخفيف؟ نفكر مع بعض، أنا الراجل بيقول لي دلوقتي حمض كبريتيك مركز، إذن في الحالة دي يا مستر أنا بفصل جزيئات المذاب والمذيب، هتكون أقل من طاقة الإماهة. ليه؟ لأنه قال لي ارتفعت درجة الحرارة، إذن لما يقول لي ارتفعت درجة الحرارة يبقى إذن طاقة الإماهة لازم هتكون أكبر على طول عندي من طاقة الفصل، ويبدأ يسألني على التفاعل ارتفعت درجة الحرارة، يبقى أنا على طول بدون تفكير بقول له التفاعل طارد الحرارة، انخفضت درجة الحرارة أقول له التفاعل على طول مص. طيب الارتفاع يكون بإشارة ممتاز، عندي الارتفاع بيكون بإشارة سالبة، أما الانخفاض هيكون على طول بإشارة موجبة قيمة دلتا اتش، لأن احنا عارفين أن التفاعلات الطاردة تكون دلتا اتش بالموجب بالسالب وفي الماصة بتكون بالموجب. بكده بنكون حبايبي وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم مع بعض، وراجعنا فيها أهم النقط اللي موجودة عندنا في الباب الرابع. إن شاء الله هنبدأ مع بعض يوم الاثنين في الباب الخامس،
واحنا شغالين مع بعض في الباب الخامس هنبدا نسترجع ونعمل مراجعات خفيفه على ما سبق دراسته في الباب الثالث بحيث ناخد ما ننساهوش برضو واحنا شغالين، وربنا يوفقكم ان شاء الله طبعا في الامتحانات التجريبيه من يوم الاحد القادم. ما ننساش نوصل التابلت طبعا على النت خلال النهارده نروح الامتحان بحيث نحصل على التحديث لدخول الامتحان. كان معكم فريق العمل مستر مين عطيه ومس حنان السايس، مع تمنياتنا بالتوفيق الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني.